بسم الله الرحمن الرحيم. زملائي الأعزاء، خلينا النهاردة إن شاء الله نتكلم عن بعض النقاط المهمة اللي يجب أن نراعيها كمحامين في التعامل من خلال قبول القضايا اللي بنترافع فيها. هنقول يعني أنا هقول لكم بصراحة من خلال الخبرة، حوالي تزيد عن 35 سنة، هنقول شوية ملاحظات كده تعرضنا ليها واستفدنا من خلالها، فبحاول أنقل لكم إن شاء الله هذه الملاحظات اللي تكون مهمة بالنسبة للشباب. ممكن نسميها القواعد الذهبية لمهنة المحاماة. طيب هنقول بقى القاعدة الأولى على طول عشان وقت حضراتكم. القاعدة الأولى: لا تتعجل إطلاق رأيك في الدعوة اللي بتاخدها إلا بعد دراستها دراسة متأنية. يعني جالك قضية، جال لحضرتك المكتب واحد جايب لك قضية، المفترض ان انت، كلنا طبعا كلنا بنحب الشغل وكلنا فاتحين مكاتبنا عشان نشتغل، لكن لما تجيلك قضية لازم قبل ما تكون رأيك فيها او تقول اتعابك لازم تبحثها اولا. ليه بقى؟ لان في بعض القضايا انا بسميها القضايا الخداعة. ليه؟ لان ممكن تجيلك قضية مدنية من القضايا التي تستغرق امام المحاكم سنوات طويلة، وفي اغلبها بيكون فيها ندب خبير وعايزة متابعة وعايزة دقة وعايزة استخراج مستندات بعد تصريح المحكمة احيانا. هذه القضايا لازم تكون صريح وواضح في انك تدرسها اولا وتنقل لموكلك الصورة كاملة. لكن ما تستعجلش انك تقول له القضية دي هنبدأ فيها وان شاء الله خير لا، لازم تبقى انت عندك خلفية بحجم القضية والمجهود اللي هتعمله والمستندات اللي هتتعامل بيها والوقائع اللي موجودة فيها، كل الكلام والأدلة اللي هتشتغل عليها، كل ده لابد ان تقرره اولا قبل قبولك للقضية. دي القاعدة الاولى، ودي انا شايف ان هي مهمة جدا لسببين. لانك انت ممكن تاخد قضية ثم تفاجأ مع طول الوقت ان انت بتدفع من جيبك فيها، وطبعا الموكل هو انت التزم معاك وانت ادبيا مش هتقدر تقول له حاجة اكتر من كده، فلا بد ان تنتبه الى هذه الجزئية حتى يعني تشتغل قضية بأريحية وثقة وتبقى عارف في الغالب ان شاء الله اتجاهها هتروح على فين. القاعدة الثانية: صارح موكلك بالحقيقة وكن واقعيا في حكمك على الأمور. يعني انت بعد حضرتك اتفقنا ودرسنا القضية وبحثناها، انا بقدر احدد نسبة نجاحها، يعني اقول القضية دي ان شاء الله مضمونة بنسبة 70% 90% 100%. واحيانا بتكون القضية مبهمة برغم انك درستها دراسة متأنية، لانها بتاخد منك يعني عدة رؤى تصل الى حد انك لا تستطيع ان تحدد نسبة نجاحها. لازم تصارح موكلك بكل الكلام. هديك مثال صغير قوي لحاجات من الواقع العملي. يعني لو جالك موكل قال لك والله انا كان معايا وصل ايصال بمبلغ دين يعني على زيد من الناس، وهذا الرجل توفى الى رحمة الله تعالى، وانا عايزك تطالب لي بقيمة الفلوس اللي موجودة في الإيصال. هذه القضية من القضايا يعني التي بتنتهي غالبا الى لا شيء. ليه بقى؟ لانك انت اخذت الإيصال منه وبدأت ترفع الدعوة على الورثة، واستطعت ان تتحصل على حكم ضد الورثة بإلزامهم بسداد مبلغ كذا. طبعا هنا الإلزام لا يتعلق بالذمة المالية لولاده او للورثة، انما يتعلق بالتركة. واحنا في مصر يعني في الغالب ما عندناش حتة التركة دي، كل ناس كتير قوي بتهرب منها، ما بيحبوش يثبتوها في الاوراق الرسمية حتى لو في مال يعني. فبتجد نفسك في النهاية حصلت على حق واعطيته لموكلك، ولكنه لا يستطيع تنفيذه
إن لم يكن للرجل اللي هو اللي توفى ده فلوس يمكن فلوس يعني كتركة واضحة يمكن التنفيذ عليها. بالتالي لازم تكون صريح في هذه الأمور. هديك مثال تاني وده من خلال الواقع أنا عايشه في قضية يعني بسيطة جدا، قضية بسيطة جدا، إيصال أمانة بس مش يعني مش مكتمل، فبالتالي أصبح إيصال دين مدني. فبدأت أخذت الإيصال من الراجل وبدأت رفعت الدعوة. طبعا بترفع الأول بتعمل أمر أداء وبعدين في أغلب الحالات بياخد رفض ثم بتعلن وبتاخد معاد جلسة وبتتناضل في الدعوة أمام المحكمة. الخصم ممكن يطعن ممكن يدفع يوم وهكذا. استمرت الدعوة أمام محكمة أول درجة لأنها راح التحقيق، استمرت مثلا حوالي سنة إلى أن حصلنا على حكم بالإلزام بالدين بالمديونية. طبعا الخصم له قد ايه يستأنف؟ يستأنف خلال قد ايه؟ له 40 يوم. الخصم استأنف في يوم 38، خد جلسة بعدها بشهرين ثلاثة. الاستئناف العالي جلساتهم بعيدة شوية لأن حجم الشغل عندهم كبير. جاء معاد الجلسة اللي بعد كده اللي هي في الاستئناف لم يحضر المستأنف، فقررت المحكمة أشهد بالدعوة. ثم بعد ذلك سعيت أنا إن أنا اللي جددها، خدنا جلسة. المهم عشان يعني لا أطيل عليك، تحصلنا على حكم في هذه الدعوة من محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة أول درجة. تعال بقى يا ريت كده الموضوع خلص، تدخل بقى في ماراثون جديد وهو كيف تنفذ هذا الحكم. قد تستغرق في تنفيذ الحكم سنوات أطول من سنوات مباشرة الدعوة نفسها. هل هذا المجهود الضخم هيبقى يعني بلا مقابل؟ لا طبعا، في مقابل حضرتك بتاخده كمحام، في رسوم، في إجراءات، في مصاريف. هذا كله بيلقي عبء ثقيل على موكلك ويشعره أن الحق شبه ضاع، رغم أنك حصلت على حكم وحصلت على نتيجة، إلا أن هذه القضايا لابد أن نكون واضحين جدا في التعامل من خلالها مع الموكل. ليه بقى؟ لأنه ممكن في أثناء هذه الإجراءات الطرف الثاني اللي عليه المديونية يقول له والله أنا مستعد أتفاوض معك وخلص معك، يبقى احنا كده يسرنا عليه الأمر بدل ما هو يعيش سنوات طويلة ويتكبد مبالغ طائلة وفي الآخر ممكن يصل إلى نصف الحق أو ربع الحق. أو يعني لو تخيلت الموضوع ده ب50,000 جنيه، ده هو في الموال ده هصرف له 20,000 جنيه مثلا. أنا بدي أمثلة مش بقول أرقام تحديدا. فهذا الكلام يؤكد أنه لابد للمحامي أن يكون يعني بيصارح موكله مصارحة كاملة للوصول إلى النتائج المقنعة في المدة المناسبة. هضرب مثال آخر، وبرضو أنا خلينا دايما نتكلم من الواقع العملي وخلينا دايما نبقى أكثر واقعية من أي حاجة مش كلام نظري. جالي موكل قال لي أنا صدر ضدي حكم بفسخ عقد البيع وتغريق وشرط جزائي صدر ضدي ب50,000 جنيه. طيب عملك استئناف، قال لي استئناف ايه يا بيه، ده الحكم ده صدر من سنة. طب يعني انت كنت فين في المدة دي؟ كانت المفاجأة أن الدعوة استمرت طوال إجراءاتها دون أن يعلم هذا الرجل اللي صدر ضد الحكم بأي إعلان، لم يعلن بأي إعلان أو يصنه أي خطاب من أي نوع بشأن هذه الدعوة. وفي نفس الوقت إما جالي قلت له طب هو نفذ؟ قال لي لا، ما حدش جالي وما فيش تنفيذ، ما لو في تنفيذ هيجوا يطالبوه. فعلى طول هذا الكلام نستشف منه حاجة مهمة، ان منظومة الاعلان في القضية دي ما مشيتش صح. بالتالي لابد من مراجعة منظومة الاعلان من اول الانذار، اصل الصحيفة، اعادة الاعلان، اعلان الحكم، لازم ترجع لدول. وبالفعل بدأت سريعا كده ابحث الموضوع، فتبينت ان جميع هذه الاعلانات كانت تتم اداريا، مفيش إعلان لشخصه أو لتابعه أو مع الساكنين معه خالص.
فعملت الاولى استئناف بعد مرور سنه على حكم محكمه اول درجه، وبعد اعلان الحكم اللي صدر ده مرتين له. وجيت امام محكمه الاستئناف وتمسكت بان موكلي لا يعلم شيء عن هذا الامر اطلاقا. هتقول لي طب عرف منين؟ عرف بقى من المطالبه. لما جه عليه حوالي 20-30 ألف جنيه مطالبه، فبداوا يدوروا ويهتموا طول المطالبه، فعرف، فبناء عليه عمل الاستئناف. القضيه ببساطه شديده ان انا طلبت من المحكمه قبول الاستئناف شكلا، استنادا لايه؟ لعدم اتمام الاعلانات. فطلبت مني المحكمه ان انا اجيب شهادات تثبت هذا الكلام بالفعل. طبعا خلي بالك بقى، مساله زي دي تاخد مجهود ضخم برضه، لانك انت بتعمل ايه؟ بتراجع المحضرين في الانذار اللي تم، وهل الخطاب المسجل في الاعلانات الاداريه بيصل ولا ما بيصلش؟ ان كان ما بيصلش يبقى لازم تجيب من البريد هذا الكلام. حتى لا نطيل على حضراتكم، فالمحكمه الاستئنافيه الحمد لله قبلت الاستئناف شكلا بعد سنه. والمحكمه بس ارتأت ندب خبير لبحث الموضوع واستمرت القضيه. هذه القضيه يعني تم بذل مجهود ضخم فيها. فالنهارده لو بتتكلم في فسخ عقد بقيمته 10,000 جنيه مثلا، ما هو دي نقطه على يعني فكره لازم نلاقي لها حلول في الواقع العملي، ولازم البرلمان يهتم جدا بهذه المسائل، لان النهارده انت ممكن تحصل على حقك لكن المجهود الذي يبذل والاجراءات التي تتم قد تستغرق هذا الحق او تضيع عليك منه نسبه كبيره جدا. فلا بد من مراجعه هذه الامور، لان الاجراءات طويله جدا ومكلفه جدا ومرهقه جدا، ولكن الحق بيصل في الاخر. عشان برضو نبقى متفقين، في مصر قضاء على اعلى مستوى حقيقه، يعني دي مش بنجامل بيها القضاء، لكن في نفس الوقت منظومه الاجراءات لابد ان تكون اكثر تيسيرا على المواطن ومن قبله على المحامي الذي يتولى مثل هذه القضايا. نقول بقى القاعده الثالثه ان شاء الله، القاعده الثالثه: تعلم اساليب الخداع او اطاله امد النزاع لتتفادى اثناء التناضل في الدعوه مثل هذه الامور. يعني احنا طبعا المفترض ان احنا بنؤدي رساله، لان الموكل اللي بيجي يعمل لك توكيل ده هو وضع ثقته كامله في شخصك، فالمفترض ان انت بتقوم بعمل من ارقى الاعمال التي يمكن ان يمارسها انسان على وجه الارض. لكن لا تخلو المحاماه من المناورات والحيل والتفنن في كسب الوقت. فعشان كده لازم ناخد بالنا من الحاجات دي، ونبقى على درجه من اليقظه والوعي للتعامل معها في كل الامور اللي هقولها دي. هدي بعض الامثله المهمه جدا. لو تعمد خصمك ترك الدعوه للشطب، ثم بعد ذلك قام بتجديد الدعوه من الشطب، هذا يستغرق في حد ذاته مش اقل من ثلاث لست اشهر. طيب حضرتك تعمل ايه لما يعمل كده؟ لابد ان تقوم انت بنفسك، يعني خصمك ترك الدعوه للشطب اللي هو المدعي. انت كمدعي عليك ما تستناش ان هو يجددها في الستين يوم اللي القانون منحهم ليه. تاني يوم تالت يوم اعمل تجديد انت من الشطب، ويجوز للمدعي عليه ان هو يجدد الدعوه من الشطب. يبقى انت قطعت عليه الحته بتاعت ان هو عايز يستغل كسب الوقت على قد ما يقدر، وحاولت تعجل بدعواك بشكل سريع. طيب مره في الواقع العملي، موكل عندي حصلت له على حكم بالطرد في دعوى ايجارات، الخصم عايز يكسب وقت، اعمل ايه بقى؟ اعمل الاستئناف بس كتب اسمه في الاستئناف بشكل خاطئ، وعدت على رئيس الالم ونزلت جلسه وجا في الاستئناف ما حضرش، فانا حضرت عن مين؟ عن المستئناف ضده. فما كان بالمحكمة، قال لي يا استاذ انا هشطب الدعوه. قلت له بعد اذن حضرتك وانا عايز اجدد هذه الدعوه اذا شطبت، بس كيف اجددها واسم المستأنف خاطئ؟ لو سمحت اديني اجل لتصحيح
شكل الدعوة بتصحيح اسم المستأنف. فيعني حسيت ان هو استجاب في الاخر بصراحة وراح مأجلها لي اسبوع. اصرعت بتصحيح شكل الدعوة وتصحيح اسم المستأنف، ثم في الجلسة التالية طلبت من المحكمة حجز الدعوة للحكم رغم عدم حضور مين؟ المستأنف، ورغم انها كانت اول جلسة والجلسة دي تاني جلسة. وتمسكت امام المحكمة بان الدعوة جاهزة للحكم، والنص يبيح للمحكمة حجز الدعوة للحكم حتى لو لم يحضر المدعي او المستأنف. وبالفعل المحكمة قبلت هذا الدفاع وحجزت الدعوة للحكم اسبوع واحد واصدرت حكمها لصالح مؤكل. برضو من ضمن الحاجات المهمة جدا انك احرص دايما على تقديم اصول المستندات، لان انت ممكن تقدم صور ضوئية طالما لم يحضر الخصم خلاص، لكن برضو من التجارب العملية في الخبرة احيانا يقول لك وقدم لنا صور ضوئية وكان يتعين عليه تقديم الاصل. فالنقط دي الاصول، اصول المستندات مهمة جدا ان حضرتك تحرص على تقديمها مع اول الجلسات. ليه؟ عشان تفوض على خصمك فرصة ان هو يكحد او انت تأجل عشان تقدم الاصول. فايه المانع ان من اول دقيقة تكون الاصول امام المحكمة، وبتثبت كمان الجدية امام المحكمة. برضو اساتذة من النقاط المهمة جدا، لا تنتظر ورود خطاب من البريد بالنسبة لمواعيد الخبر. اثبت الواقع العملي، الكلام ده مثبت رسميا، ان نسبة الخطابات التي تصل الى المواطنين عبر البريد في مجال الخبر على الاقل 10% بس اللي بيصل، 90% تقريبا ما بيصلش او يصل بعد الميعاد، وهذا خلل في جهاز البريد او هيئه البريد لابد ان احنا نعترف فيه ونقره. واحنا قلنا سابقا ان احنا محتاجين نتعامل باليه جديده في الاعلانات غير اليه البريد. لكن على وجه العموم لو انت حضرتك النهارده ليك قضيه في الخبرة، ما تنتظرش تقول للراجل لما يجي لك الجواب يبقى هاته وتعالى، لا، حضرتك شخصيا تاخد الصادر لمكتب الخبرة. ونقول بقى تاخد الصادر ده يعني حضرتك تروح شخصيا او تبعت حد لمكتب الخبرة عشان يعرف القضية دي وصلت بتاريخ كام ومين من السادة الخبراء استلمها، وتبدأ تتابع معاه وتعرفوا ان الاعلانات ما لا تصل، فلو سمحت انا بتابع معك عشان تديني معاد جلسة المناقشة. وانا فاكر من قيمة اسبوعين كده قدام محكمة الاستئناف حضر الخصم، رغم ان المحكمة ندبت خبير ما راحش الخبير وما سألش، فرد قال له يا استاذ انت ما حضرتش ليه قدام الخبير؟ قال له يا فندم ما فيش جوابات جات لنا. قال له يا استاذ احنا مش هنستنى الجوابات تجي لنا، طالما يعني الموضوع يهمنا احنا نروح ونتابع بنفسنا. فبقى اتجاه كمان في المحاكم بأهمية المتابعة من خلال الصادر الى الجهات اللي بيصل اليها الورق لمتابعته مثل مكتب الخبراء. برضه من ضمن الامور المهمة جدا تحضير القضايا، بيحتاج مثلا محضر اثبات حالة، لا تهمل الكلام ده، تحديد شهود وسماع شهود في محاضر شرطة، الكلام ده جدا الكلام ده مهم جدا انه يبقى اسس للتعامل في القضايا اللي بتهمك، واحدى وسائل الاثبات اللي بتعتمد عليها في شغلك. اخيرا هقول نقطة انا شايفها مهمة جدا حقيقة يعني وبعتمد عليها كتير جدا، ان احنا لازم في عريضة الدعوة والمذكرات نعتمد كثيرا على ما تسطره الاحكام من حيثيات. اقوى عريضة الدعوة تكتبها هي التي يعني تنهل فيها او تأخذ فيها من الاحكام التي صدرت، لان حقيقي الاحكام بتحمل مبادئ، مجموعة من المبادئ القانونية الرائعة التي بنحتاج اليها جميعا عند تسطير عرائض الدعاوى. يبقى لابد ان احنا ننتبه لان قراءة الاحكام بهدوء وتروي وتأني مهم جدا، استخراج المبادئ القانونية من الاحكام شيء رائع، ولا مانع من ان نتبادل الاحكام. كنا واحنا في الطفولة بنتبادل المجلات ونتبادل طوابع البريد، فاليوم
لابد لكم كشباب أن يكون التبادل بينكم في مجال الأحكام المهمة التي تضيف إلى علمك وإلى ثقافتك بالقانون. من المبادئ القانونية التي تسطرها الأحكام مثلاً أن محكمة الموضوع غير ملزمة بلفت نظر الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم أو تكلفهم بإثباته أو تقديم المستندات الدالة عليه. المحكمة مش هتقول لك هنقدم مفروض تقدم إيه وما تقدمش إيه، تدفع بإيه وما تدفعش بإيه. المحكمة غير ملزمة بهذا، ولكن لما القضاة بيسطروا في أحكامهم هذا المبدأ القانوني فإحنا على طول بنستشعر أن هناك كان تقصير في عدم يعني تقديم كل النقاط التي كان يجب علينا ويتحتم علينا تقديمها في الدعوة التي نظرتها المحكمة. لازم نعرف أن العبرة بالطلبات الختامية مش بالطلبات السابقة. يعني تناضلت في دعواك ثم انتهيت إلى مذكرة ختامية انتهيت فيها لبعض النقاط وبعض الدفوع أو الطلبات، هذه المذكرة هي التي يعول عليها إذا ما تعارضت أو تناقضت مع طلبات أو دفوع أو دفاع سابق في نفس الدعوة. أخيرا كل التقدير والاحترام إلى المركز الإعلامي بنقابة المحامين والناس اللي قايمة بهذا المجهود اللي حقيقي كلنا لمسناه في الفترة الأخيرة، وأنا بحييهم تحية خاصة جدا حقيقة يعني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.